يقدم ما يقارب 80 عارضا من مختلف فروع الصناعة التقليدية في النسخة الثانية لمعرض من يدنا أفضل أعمالهم وإبداعاتهم التي تعكس غنى وثراء وتنوع الصناعة التقليدية المغربية. المعرض تنظمه وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشراكة بين دار الصانع وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية. يأتي هذا المعرض كمعرض أول معرض مهني للصناعة التقليدية اللي كتعرض فيه مقاولات الصغرى والمتوسطة وبعض التعاونيات المصدرة لمنتوج الصناعة التقليدية، وهو فرصة كذلك لهذا المقاولات وهذا الصناع لنسج علاقات جديدة مع زبناء من الحجم الكبير، أي الزبناء اللي يمكن لنا أنهم تكون عندهم واحد استمرارية لهذه المقاولات ويعقدوا عدة عقد تجارية لبيع منتوجاتهم التقليدية وللترويج لها. المعرض مناسب لعرض أجود الأعمال والتحف الفنية التي تزخر بها أيادي الصانع المغربي والتي ستقدم لرجال الأعمال والخبراء المغاربة والأجانب. هؤلاء سيجدون ضالتهم في الموروث الثقافي الأصيل لمختلف أنواع الصناعة التقليدية المغربية. المعرض الحمد لله راه خدا واحد الصفة جميلة، وخدا واحد كاين بزاف ديال الناس اللي زون اكسبوزي هنايا، والناس وهانتوما اللي راه خديتو فكرة على الناس اللي عارضين هنايا، فيه بزاف ديال الزليج، النحاس، الجيبس، ولا كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية المغربية. إظهار المنتوجات الجديدة اللي كاينة عندنا اللي كنصنعوها، واللقاء المباشر مع الزبائن، يعني باش حتى هما يكتشفوا الجديد اللي كيصنعوا الصناع المغاربه. شاركنا باش نجيب المنتوج ديالنا حتى حنا باش نتعب بحال الناس، كنعرض المنتوج ديالنا الصناعه التقليديه. عندنا الصنداله وعندنا البلغه السوسيه، عندنا شحال 32 موديل اللي عندنا في الصنداله والبلغه. ويرم معرض من يدنا يكون واجهة حقيقية للمنتوج المغربي بتناسق مع توجيهات رؤية 2015 لتطوير القطاع. هذا العقد البرنامج يسمى خطة تنمية الصناعة التقليدية 2015، اللي فيها عدة بنود للتطوير وعدة أهداف من حيث الإنتاج، من حيث التكوين، من حيث الترويج. وحنا دابا في إطار الترويج، حنا أننا غزونا أسواق جديدة في بالنسبه للمعارض، كنشاركوا في معارض في اليابان، في امريكا اللاتينيه، في اوروبا الشرقيه وفي دول الخليج. ويفتح المعرض ابوابه في وجه الزوار لاكتشاف المنتجات المحليه، بحيث يراهن على استقطاب ما يناهز 8000 زائر خلال نسخته الثانيه. فكيف يرى الزوار المعرض؟ التقليديه ما كاين ما احسن منها، والحمد لله بلادنا حنا زاخره بها، زعما عندنا بزاف ما يتشاف فيها، وكاين شي حوايج مثلا تجيناش فرصه ان نشوفوهم في مدن اخرين، دونك ملي كيجيو عندنا هنا المدينه ديالنا وتيكون معرض فيه كاع جميع انواع الارتيزانه، صافي تحنا فرصه ان كنشوفوا بزاف الحوايج اللي كيكونوا ما شفناهم. انا هادشي راه فيه شويه النخبه، فهمتيني، كنتمناو هاد الصناعه التقليديه شويه تمشي تنزل شويه للطبقه شويه الوسطى وتكون جهويه، ما تكونش غير في المدن الكبرى، تكون جهويه، لان تبارك الله راه عندنا 16 جهه. ويستمر المعرض الذي انطلقت فعالياته في 23 من أكتوبر الجاري بفتح أبوابه أمام الزوار لغاية 26 من أكتوبر لاكتشاف أعمال وإبداعات يد الصانع المغربي في مجال التأتيت والديكور والمعمار التقليدي والصياغة والملابس والمنتجات المحلية.